بكم مشاهدينا الأفاضل في هذه الاحتفالية الخاصة بالذكرى 17 لعيد العرش المجيد. من هنا من دولة الإمارات العربية المتحدة يتواجد عدد كبير من الجالية المغربية وكذا عدد كبير من الجاليات العربية أبوا أن يشاركوا الشعب المغربي هذه الاحتفالية العظيمة. إذا مشاهدينا سنتعرف على أبرز هذه الأجواء وأبرز هذه الفعاليات من خلال هذا التقرير. مرحبا بالفنانة سيمو المنور على قناة بزاف وفي هذه الاحتفالية الكبيرة على قناة بزاف تي في، حبينا تعطينا كلمة بمناسبة عيد العرش المغربي. كنقول لكل المغاربة وسيدنا محمد السادس كل عام أنتم بخير، وإن شاء الله المغرب الله يحفظ المغرب والشعب المغربي، وإن شاء الله وكنتمناو دائما إن شاء الله نفرحوا بسيدنا والله يطول في عمره ويخليه لينا.
وحنا دائما مغاربه متبتين بمغربيتنا والله الوطن الملك. كنبغي نهني صاحب الجلاله الملك محمد السادس بهذه المناسبه الكريمه، مناسبه عيد العرش، وكنبغي نهني كل الشعب المغربي على هذه المناسبه الجميله، والف الف مبروك لجلاله الملك محمد السادس هذه المناسبه الجميله. شكرا. اليوم كنحتفلوا بعيد العرش اللي هو رمز التلاحم بين بين القياده والشعب، وبهذه المناسبه بصراحه تنهنيو جلاله الملك وتنتمنوا ليه عمر مديد ان شاء الله، وهنيئا للشعب المغربي وهنيئا للأسرة العلوية، ومرحبا بكم معنا في الاحتفال الرائع اللي تتواجد فيه أكثر من 500 واحد، فمرحبا بكم معنا. أول شيء هذه رسالة مني كشخص مقيم بدولة الإمارات العربية المتحدة، كنهني بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة العيد العرش المجيد، وهي هي بالنسبة لنا احنا راه عيد، بالنسبة لنا احنا المغاربة كاملين يعني خارج الوطن وداخل الوطن عيد كبير بالنسبة لنا، ويوم كنحتفلوا به وكنعتزوا بالمغربية ديالنا، ومرة ثانية كنهني به الشعب المغربي قاطبة. أنا جد فخورة أنني نكون اليوم في هذه المناسبة ونحتفل بعيد العرش، وكوني مغربية وبفتخر بالبلد بتاعي، فعاش الملك والله الوطن الملك. في الحقيقة احنا جد مبسوطين بالمناسبة هذه على تربع صاحب الجلالة سيدنا محمد السادس على العرش، وحنا فرحانين أننا جينا هنا، والناس ما قصروش معنا بصراحة وعرضوا علينا وجينا، وعلى فكرة أنا غدا إن شاء الله نازلة للمغرب وفرحانة بزاف، أنا غدا طيارتي المغرب ومشتاقة لبلادي بزاف. أتقدم بأحر تهاني لصاحب الجلالة نصره الله بمناسبة عيد العرش الكريم، والله يحفظه لنا ان شاء الله، وسعيده بتواجدي كمغربيه مقيمه بالخارج بدبي ونمثل الجاليه المغربيه احسن تمثيل الحمد لله. انا فرحانه بزاف بوجودي هنا في الاعتلاء صاحب الجلاله سنه 17، كنتمنى له ان شاء الله دائما التوفيق والازدهار، وعاش الملك عاش الملك، وحنا فخورين به بزاف بزاف بالامارات، وان شاء الله رجعوا لبلاد الوطن ونحكيوا هذا الشيء اللي في الحفل العظيم هذا اللي في هذه المناسبه الحلوه. يعني كنتمنى الملك ديالنا طولة العمر، وكنهنئوا بهذه المناسبه السعيده ديال عيد العرش، ومبروك عيد العرش على المغاربه كلهم، والله ينصر سيدنا. كنتقدم بأحر التهاني للجالية المغربية المتواجدة داخل الإمارات وخارج الإمارات، كنهني صاحب الجلالة الملك محمد السادس بذكرى عيد العرش 17، وكنتمنى له إن شاء الله طول العمر والمزيد من العطاء، والله يحفظه لنا والله يخليه لنا، ونحن فرحانين صراحة بهذا التجمع اللي كي بهذه المناسبة السعيدة، والله يجعل الله يدوم ديما الأفراح ويجعلنا ديما مجتمعين في الخير إن شاء الله. أول شيء كنبغي نجدد ولائي وبيعتي لصاحب الجلالة محمد السادس نصر الله وأيده، ونتمنى له طولة العمر، وبهذه المناسبة السعيدة لتربعه العرش 17 كنقول له الله يدمك لنا سيدنا وطول الله عمرك وسدد الله خطاك، وكنهنئ الشعب المغربي كله بهذه المناسبة السعيدة والشعب الإماراتي. اولا كنشكر بزاف تي في، وكنشكر الجالية المغربية على هذا الحضور الكريم اللي متواجدين هنايا، طبعا دائما حنا كنكونوا متواجدين معكم، فشكرا لسعادة القنصل اللي يعني كبر بينا وكيكبر بالجالية المغربية، وطبعا الحمد لله يعني كاين حضور كبير بالنسبة للمغاربة الجالية المقيمة بالإمارات العربية اللي بدبي ومن جميع الإمارات، وخصوصا كاينين أجانب كنشكرهم على هذا الحضور القيم اللي متواجدين معنا ومتواجدين يعني في هذه الذكرى ديال 17 العام ديال تربع صاحب جلالة على العرش شهيد الأسلافين المنعمين، فشكرا بزاف لكم، وشكرا على هذا الاهتمام، وشكرا على هذا الحفل هذا الرائع. نحن الجالية المغربية في الإمارات بدبي نهنئ صاحب جلالة بالملك صاحب جلالة محمد السادس بعيد العرش المجيد، ونحن نحتفل بهذا العيد لأنه له فينا دراء ومستقبل إن شاء الله، ونسأل من الله أن يبارك لنا في الملك وفي البلاد وفي الجالية هون إن شاء الله، وإحنا
يعني سعداء بهذا اليوم إن شاء الله وموفقين إن شاء الله. أهنئ جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي بهذه المناسبة الذكرى 17 لتولي جلالته عرش المملكة المغربية، عرش أسلافه الميامين الذين مضوا، وأدعو الله تبارك وتعالى للشعب المغربي بالرفاهية والعزة في ظل حكم جلالته أبو عمره المديد إن شاء الله. أول شيء بنحب نشكر حضوركم وبنهنئ الشعب المغربي والجالية المغربية وجلالة الملك بعيد العرش المجيد. احنا فخورين بزاف كوننا مغاربة، وكان نبارك لكل مواطنين داخل وخارج الموطن ديال المغرب بهذه المناسبة السعيدة بعيد العرش المجيد، وكنتمنى ويدوم علينا هذه الفرحة ديال البلاد ديالنا. وحنا فخورين بزاف بالملك ديالنا محمد السادس الله يطولنا في عمره، وفرحانين بزاف الإنجازات اللي حققها لنا من ناحية ديال الإيكونومي والاقتصاد والسياحة وكل شيء، وإن شاء الله يدوم هذه الفرحة إن شاء الله علينا كاملين. مرحبا بي عند المغاربة ومرحبا بالمغاربة عند السيد القنصل. احنا فرحانين بزاف، هذه أول مرة أنا كنحضر هنا بحال هذه المناسبة، والحمد لله داز كل شيء بخير، كاين جميع الجنسيات ماشي الجنسية المغربية، وهذا الشيء الحمد لله داز كيشرف. وبهذه المناسبة أنا كنقول كل عام والمحمد السادس والأسرة العلوية بألف خير، وكل عام والمغاربة بألف خير، وكل عام وبلادنا المغرب المملكة المغربية الشريفة العظمى بألف خير، وإن شاء الله إن شاء الله نكونوا دائما بلاد أمان. أنا حابة أوجه رسالة حب، رسالة سلام، رسالة محبة لكل الشعب المغربي الشقيق. اليوم نحن بنشهد احتفال جميل، نحن بنتمنى لهم طبعا كل الخير دائما، شعب متميز، بنتمنى لهم دائما التوفيق، كل عام والشعب المغربي من نجاح لنجاح. وأنا حابة بهالمناسبة الحلوة حبيت أني ألبس اليوم قفطان مغربي خاص لعبر عن حبي لشعب المغربي الشقيق. بالمناسبة ذكرى 17 لتربع صاحب الجلالة محمد السادس على عرش أسلاف المنعمين، نتقدم بأسمى تهاني وتبريكات لصاحب الجلالة، نصره الله وحفظ الله الأسرة العلوية الشريفة، ونحن فرحانين بهذه المناسبة بزاف. I love Morocco. يشرفني أنني حضرت في هذا الحفل لعيد العرش السنة 17 لجلالة الملك محمد السادس، وأنا فرحانة بهذا الحفل اللي حضروا فيه بزاف الناس اللي ما كنتش نتوقع بحال هكا، يعني حضروا بزاف الناس من جميع الدول العربية، والحمد لله كان في مستوى. وكنشكر جميع الطاقم اللي مشرف على هذا الحفل والسيد القنصل برنوسي وجميع الناس اللي هم سهرانين على هذه المبادرة الطيبة. كنتمنى لصاحب الجلالة محمد السادس مزيد من الازدهار والصحة والعافية وطولة العمر بمناسبة عيد العرش المجيد 17، ونتمنى لبلادنا الحبيبة مزيد من الازدهار والتطور ومزيد من الأمجاد، وعاش الملك. بمناسبة ذكرى 17 لاعتداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، كنتمنوا له أول حاجة اللي هو الصحة والعافية وطول العمر يا رب، وكنتمنوا لمغربنا دائما التطور والازدهار يا ربي، ودائما الفوق الفوق، وعاش الملك. Bonsoir, donc je présente toutes mes félicitations donc à Sa Majesté le Roi à l'occasion du 17e anniversaire de la fête du trône ainsi qu'au peuple marocain. Donc au nom des Marocains à Dubaï et aux Émirats Arabes Unis, nous sommes fiers de notre marocanité et de toutes les réalisations que notre très cher pays a réalisées. بمناسبة عيد العرش المجيد أتشرف بتهنئة صاحب الجلالة نصره الله، الله يديمه والله يعيد عليه أمثال هذه الأفراح والأعياد إن شاء الله. كل شيء داز على خير الحمد لله، حنا في دولة الإمارات الحفل كان هائل والخطاب كان في المستوى العالي، والله ينصر سيدنا والله يخليه لنا والله يحفظه والله يطول لنا في عمره. أول شيء أنا مقيمة هنا في الإمارات من زمن بعيد، وأنا اليوم جد فرحانة لحضوري في هالمكان لاحتفل بهذه المناسبة العزيزة على قلبي وعلى قلوب كل المغاربة في جميع في أي مكان في العالم. كل ما كنتمناه النصر لسيدنا، الله ينصره ويسدد خطاه
ويساعده وإن شاء الله يدور به البطانة الصالحة وين ما كان، والله يجعل المغرب عالي 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 بوجوده وتحت رايته دائما يا رب. بهذه المناسبة السعيدة كنهنئوا جلالة الملك محمد السادس بذكرى اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وكنحبوا نهنئوا الشعب المغربي أجمع بهذه المناسبة اللي هي كتخلينا عام بعد عام نزيدوا نتشبتوا بالوحدة الترابية ديالنا ونتشبتوا بملكنا، والله يجعل المغرب دائما في أمن وسلام.